بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع الأريز. الأريز اللي هي ببساطة جدا هي مصفوفة، يعني مجموعة متسلسلة من الفاريبلز، يعني بس مش فاريبل واحد زي ما احنا ماشيين، لا فاريبل ورا فاريبل ورا فاريبل، سلسلة كده عناصر، كل عنصر element موجود جوه المصفوفة أقدر أغيره أكنه فاريبل عادي جدا. في أنواع كتير زي array of، في int of، character of، boolean of، long of، short of، byte of، float of، double array of، يعني في عندنا هي array of الأساس، وفي منها int array of، character array of، إلى آخره بقى من أنواع البيانات الموجودة. وفي عندنا array هنتكلم عليها برضو إن شاء الله. فأنا هعمل كده مثال على السريع من فايل new kotlin file عشان نشوف بس الديكليريشن ازاي بعرف الايه المصفوفات. يعني غرضنا ان احنا نشوف بس ازاي كيفيه تعريف المصفوفات زي ما شفنا كيفيه تعريف الفاريبلز مثلا. فعرفت var قلت salaries، انا مش عايز اشيل salary واحد، عايز اشيل كل السالاريز اللي موجوده عندي في الايه في الشركه. فقمت عرفتها salaries بتساوي array of، طبعا عندي array of اهي، array of nulls، array of empty فاضيه يعني، والبوليان بقى والبايت والكاركتر والدبل والفلوت والانت واللونج والايه والبايت والكلام ده كله. طيب انا هعمل ايه؟ انا هشتغل على الاري اوف بس الرئيسيه، خلاص هشتغل على الاري اوف الايه الرئيسيه. الاري اوف الرئيسيه هبدا اديها قيم مباشره وهي بتتعامل مع القيم اللي انا ببعتها. فقلت له مثلا 8000 كوما مثلا 9000 كوما مثلا 10000، دخلت شويه ايه شويه ارقام اكنك عملت فاريبل لل 8000 وفاريبل لل 9000 وفاريبل لل 10000 وفاريبل لل 8000 وفاريبل لل 9000 ونص وال 8000 ونص والكلام ده كله، بس بدل ما تعملهم بقى على تعريفات كتير جدا كده وتمنجهم بصعوبه، لا انا عملتهم في سلسله ورا بعضها عادي جدا. طيب كده السيلز بقت شايله مجموعه من القيم، وبالنسبه لل 8000 موجوده في الخانه الاولى، 9000 موجوده في الخانه الثانيه، الى اخره زي عماره بالظبط. بقيت بسكن في الشقه دي 8000، الشقه اللي فوقها 9000، الشقه اللي فوقها 10000 كده، وبقيت بتكلم على الشقه على العماره كلها اسمها سالاريز كده. نفس الكلام لو جيت عرفت مثلا فاريبل امبس اي ديز، يعني ارقام الموظفين، وقلت اري اوف، خد بالك المره دي عملت كده الانديكيتور دوت وقلت انت، فكده معناها اري اوف انتجر، يعني ارقام بس ارقام صحيحه ما تقبلش ارقام ايه كسريه خلاص. وقلت بقى الموظف رقم 100 و101 والموظف رقم 102 و103 و405 كده، هو عملت ايه ارقام صح كده، عرفت ان هي ارقام صح. دي طريقه من الطرق خلاص، دي طريقه من الايه من الطرق. طيب برضو عم هعمل واحده ثانيه var emps names، اسماء الموظفين بتاعتي، عملت برضو array of وعايز ادخل strings، ممكن برضو ما بين الكوسين دول عامل ايه هو كاتب كلمه string، وبكده انا عرفت ان هو هدخل كل القيم اللي موجوده عندك ايه string، وادخل بقى بعض الايه بعض الاسماء وهيكون مثلا تايم، ادخل مثلا رحمن بس احط ما بين دبل كوتيشن عشان يفهم ان دي string. اسلام مثلا، ومجموعه من الاسماء بالشكل دوت. انا حطيت يعني array of string، ماشي array of ايه of string. طيب ده شكل برضو من الاشكال التانية. تعال نعمل شكل كمان خامس، هعمل دامي اري، يعني اري كده اي كلام. الغرض منها بس انا اوريك ان برضو هي بتقبل حاجة جميلة جدا، بتقبل انك ممكن تحط اري اوف تايبز مختلف، يعني هحط 10 مثلا 10 و10 من 10 يعني انتجر، بعد كده حطيت دبل، بعد كده حطيت string، هي هتشيل برضو وتقدر تستوعب الكلام ده كله، بس مهم انك تمانج ده وانت وايه وانت وشغال على البيانات بتاعتك. لكن هي تستحمل عادي جدا انك تدخل ايه يعني مش داتا تايب واحده، مع ان في الغالب احنا بنستخدم الاريز على داتا تايب واحده. ماشي، قلت له انت اي ار ار عشان اوريك شكل تاني من الانشاء، ان انا اقول بقى انت اري اوف خلاص، زي ما بعمل بقى اللي هي بطريقه ايه طبعا شيل كلمه انت وحط طبعا الانواع اللي انت عايزها من كاركتر من دبل من بوليان الى اخره. فكده دي برضو طريقه بدل ما كنا كاتبين ايه اري اوف وبنحط الايه الديليمتر بتاع القوسين دول واللي هو اكبر منه واصغر منه ونحط فيهم الايه ونحط فيهم النوع كده مفيش مشكله. طبعا لما حاولت ادخل اي قيمه غير الانتجر هو طبعا بايه بيفهم ده وبيرفض، فكده عملنا ايه تايب ريستريكشن يعني. طيب في برضو طريقه تانية ان انا ممكن اقول مثلا انت اري، عملت انت اري 2 اري تانية، وهنا بقى المرة دي ممكن احدد النوع بتاعها يكون التايب، اكني قلت فاكر لما كنا كولون نقول انت كولون نقول سترنج نقول كاركتر نفس الكلام، قلت له نوعها انت اري خلاص، هو فهم ان هي تبقى انت اري، وبعد كده يبقى نستخدمها زي ما احنا ايه في الوقت اللي احنا عايزين نستخدمها. ممكن اقول انت اري 2 بتساوي واقوم قايل له انت اري اوف وادي له القيم اللي انا ايه القيم اللي انا عايزها بالشكل دوت، اكون ايه عرفتها وبعد كده استخدمتها. طبعا نفس الكلام لو انا عايز يعني اعرفها واحدد نوعها واضيف جواها بيانات زي ما كنا بنعمل انت اري 2 والكولون نوعها انت اري
واقول بتساوي مين الانت اري اوف على طول. طب نعملها عشان اخليك برضو الكود ده والكود ده في المثال يكونوا واضحين قدامك. ادي الايه، ادي الشكل اللي احنا كنا فيه دلوقتي اللي هو متعرف على سطر ومنفذ على سطر، وادي الشكل الثاني اخليه بس انت اري 3 عشان اعرفهم لك ويعني اعرف لك النوع واحط القيمه مباشره. دي كانت اشكال من اشكال الديكلاريشن لتعريف الاري.